عن بعض الاخبار الخاصه بالفريق وطبعا اخبار خاصه بالنادي الاهلي وفريق الاول لكره القدم بعد الهزيمه طبعا في مباراه المقاولون امبارح. كانت مباراه بصراحه مباراه جيده وفي بعض العناصر اللي يمكن من النادي الاهلي ادوا المطلوب منهم او اللي قدروا ان هم يعملوا مباراه جيده، لكن ما كانش في توفيق اكيد. نادي المقاولين بنبارك له على الفوز في هذه المباراه، هو فريق محترم بيضم جهاز فني محترم بقياده كابتن عماد النحاس احد المدربين المميزين. النهارده الاهلي يخوض مرانه الرئيسي، طبعا كان صباح اليوم كان مران مهم جدا، وكان في قبليه محاضره فنيه كده من قبل الكابتن محمد يوسف، تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وبقيه اعضاء الجهاز الفني، كابتن عادل مصطفى، كابتن سامي قمصان، كابتن طارق سليمان، كلهم كانوا متواجدين النهارده في المحاضره دي بتواجد جميع اللاعبين. كل اللاعبين كانوا متواجدين بما فيهم اللي هم اصلا مش مقيدين في قائمه النادي الاهلي هذا الموسم، وكان كلام مهم جدا من كابتن محمد يوسف وايضا من كابتن سيد عبد الحفيظ. طلب او هم طلبوا بالتحديد ان لازم ان احنا نعدي المرحله دي باي طريقه من الطرق، لازم نادي بالشكل المطلوب، لازم نسعد جمهور النادي الاهلي. كمان اتكلموا على بعض الاخطاء الفنيه اللي ممكن يكون في وقع فيها بعض اللاعبين خلال مباراه الامس وبالتحديد مباراه المقاولون العرب، وضروره تدارك هذه الاخطاء وضروره كمان تجنب هذه الاخطاء خلال الفتره الجايه على طول بدايه من مباراه بتروجيت. الجهاز الفني ركز ان احنا عندنا عدد كبير من المباريات في فتره قليله جدا، لازم ان احنا نقدر نحصد اكبر عدد من النقاط، لان الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو يفوز ببطوله الدوري طبعا في ظل منافسه خلينا نعترف بيها منافسه قويه من نادي كبير جدا زي نادي الزمالك، منافسه قويه من فريق بيراميدز، وكله ليه حق المشروع ان هو يفوز ببطوله الدوري، لكن دايما النادي الاهلي بيبقى في الموعد ودايما الامور ان شاء الله يعني هتتصلح بسرعه ويقدر الفريق ان هو يتدارك اموره ويقدر يرجع افضل مما كان. بالتالي كانت محاضره النهارده مهمه جدا، وخلالها بعديها على طول كان في المران بالنسبه للفريق، وزي ما احنا شايفين كده دي لقطات من مران الفريق النهارده الصبح. بكره ان شاء الله هيكون في مران رئيسي كمان بالنسبه للنادي الاهلي باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهه بتروجيت المقرر ليها ان شاء الله يوم السبت اللي جاي زي ما قلنا، والفريق هيخش بعديها معسكر ان شاء الله بعد غد يوم الجمعه بالسويس استعدادا لتلك المواجهه الصعبه. هي بكل تاكيد مواجهه صعبه، فريق بتروجيت من الفرق الجيده هذا الموسم واللي بيأدوا اداء جيد جدا سواء مع الكابتن طارق يحيى المدير الفني السابق كانش يمكن عندهم توفيق شويه، او مع الكابتن مؤمن سليمان المدير الفني الجديد او الحالي لفريق بتروجيت. بالتالي من هنا جايه صعوبه المواجهه، الظروف اللي انت بتمر بيها صعبه جدا، هتصعب عليك المباراه. فريق محترم جدا زي فريق بتروجيت عنده دوافع كبيره جدا للفوز او لتحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي، فبالتالي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، وزي ما قلنا هيدخلوا معسكر ان شاء الله يوم الجمعه استعدادا لمباراه الاهلي وبتروجيت يوم السبت القادم. من ضمن الاخبار المهمه ايضا وهي خاصه بلاعبي النادي الاهلي اللي هيجيبه عن المباراه القادمه، الشناوي محمد الشناوي طبعا وعلي معلول واجاي وسوليا خارج موقع بتروجيت، وده زي ما احنا عارفين او زي ما احنا كنا شايفين كمان في الصوره اهو، عندهم بعض التدريبات التاهيليه اللي بيقوموا بيها خلال المرحله دي، وكلهم عندهم طبعا اصابات مختلفه. طبعا عارفين علي معلول عنده مزق في العضله الضمه بيتعافى منه، الشناوي كمان عنده اجهاد في العضله الضمه، جونيور اجاي كنا عارفين عنده قطع في الرباط الداخلي للركبه، واعتقد ان حالته بقت في تحسن مستمر، وطبعا هيتم قيد جونيور اجاي طبقا للرؤيه الفنيه خلال شهر يناير القادم. عمرو سوليا ايضا احد العناصر المهمه جدا بيؤدي تدريبات تاهيليه، فبالتالي هو مصاب ايضا عمرو سوليا زي ما احنا عارفين، فبالتالي هيغيب عن هذه المباراه. وكمان صلاح محسن اللي تعرض لاصابه في مباراه الامس، واعتقد دي احد العوامل اللي ممكن تكون اثرت على الفريق في مباراه المقاولين، ومحمد نجيب ايضا بيغيب للاصابه. عدد كبير جدا من اللاعبين لسه، موقف احمد فتحي ووليد ازارو ما اتضحش النهارده وما شاركوش في التدريب خالص، لكن ممكن خلال بكره يتم يعني توضيح الموقف بالنسبه لاحمد فتحي ووليد ازارو، وهم احد العناصر الاساسيه والمهمه جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه جدا. و يعني تواجد كل العناصر بالنسبه للنادي الاهلي مهم جدا خلال الفتره الجايه، يعني مش المباراه اللي جايه دي بس، لازم كل العناصر ان شاء الله تكون جاهزه. عارفين ان عندنا اصابات سوء حظ كبير جدا بالنسبه للفريق في تكرار او مش تكرار او عدد الاصابات في توقيت واحد لعدد من النجوم المهمين جدا في الفريق. رغم كده في بعض اللاعبين اللي قدروا يقدموا مباراه بالمناسبه، يعني الكلام يعني مهم جدا، واحد زي كريم نيدفيد قدم مباراه جيده جدا، احمد الشيخ قدم مباراه جيده، لكن توفيق ما فيش يعني توفيق بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره دي، مرحله هتعدي يعني ان شاء الله باذن الله مرحله هتعدي.